أصدرت وزارة الصحة في البلاد بياناً حذرت فيه من ارتفاع نسبة الأطفال المدخنين في مختلف المجتمعات بنسبة 3 أضعاف، ما يشكل تحدياً كبيراً، فيما شددت وزارة الصحة على أهمية مواصلة النشاطات المكثفة لتعميق الوعي والتوعية بظاهرة التدخين الآخذة في الازدياد بمجتمعنا. حول ذلك ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأخصائي ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم بمدينة حيفا دكتور أسعد خوري. أهلا بك دكتور، في بادئ الأمر مساء الخير. هلا مساء النور. هل هذه المعطيات تفاجئ ربما بخصوص الأطفال المدخنين في هذه الفترات؟ للأسف الشيء غير مفاجئ بالمرة. إحنا عم نشوف طب ما الذي يحدث؟ لماذا وصلنا إلى هذا الوضع بهذه السرعة؟ والله هناك عدة أسباب. أولا السبب الأول القدرة تبعت الإنسان يكون في جيبته مصاري والطفل يكون في جيبته مصاري إن يشتري أدوات تدخين. الشغلة الثانية اللي مهمة جدا وفي أنماط تدخين اللي هي صارت مجتمعية متعارف عليها وبالخطأ متعارف عليها وكأنه هي مش دخان، مثلا تدخين الأرجيل. السبب الثالث تدخين بالصواجير الإلكترونية اللي الناس بتفكرها وخاصة الأطفال نوع من اللعبة. فإذا سمعته قبل بقى من يوم أو يومين كان في حادث إنه طفل دخن سيجارة إلكترونية اللي أدت إلى فشل رئوي اللي أدت إلى وفاة الطفل الشاب الصغير هذا بعد ما جيد بأنك أتيت على هذه النقطة دكتور أسعد، لأنه تحدثنا حول هذا الملف على وجه الخصوص في بداية هذا الأسبوع في بانوراما أيضا، لكن يعني في ضوء ما تفضلت به الآن، هل هناك حالات لأطفال تصل إلى المستشفيات بهذه الخطورة أو حتى بدون خطورة؟ هل هناك حالات؟ أنا بقدر أعطيك عن حالات اللي وصلت لأنها لمستشفى رمبا للعلاج المكثف لقصور نفسي بسبب تدخين متواصل للأرجيلة، وإشي اللي إحنا بنسميه باللغة الإنجليزية intoxication، يعني نوع من إنه الطفل أو الشخص الصغير بيعمل لحاله نوع من تسمم عن طريق الغازات اللي موجودة في الدخان. فهاي الظواهر موجودة للأسف عم بتزيد. والأسباب لها عديدة، واحد التواصل أو قدرة الطفل أو الشاب الصغير أنه يصل للدخان، اثنين عدم وجود أي رقابة وأي توعية من المجتمع وخاصة من الأهل. طيب دكتور، يعني على ضوء هذه المعلومات في ضوء هذه المعلومات بالأساس وزارة الصحة تصدر البيانات المتتالية حول هذا الموضوع، تحذيرات متتالية، أليس من الأجدر ربما بالمنظومة الصحية ووزارة الصحة والجهات الحكومية أن تفعل شيء، يعني على أرض الواقع من ناحية الإجراءات، من ناحية المنع ربما؟ عزيزي الأشياء هنا معقدة أكثر ما إحنا بنفكر. طبعا وزارة الصحة يعني علمت أنا أنه ستجيب بهذه الطريقة دكتور، لكن تذكر عندما يعني أصدروا قانونا بخصوص شراء التدخين أو السجائر للأطفال ما دون سن 18. طبعا هل هناك من يقوم بضبط هاي الأشياء للأشخاص الذين يبيعون الأطفال هذه السواجر؟ أنت سمعت يعني بالفترة الأخيرة عن متجر أو محل اللي عوقب بتسكير المحل لأنه ببيع سجائر لأطفال صغار السن؟ سمعت؟ إذا سمعت عن حالي خبرني. فاليوم في نوع من إنه وزارة الصحة بتنصح ولكن لا يوجد أي طريقة لضبط هذه النصائح ومنع بيع سجائر الأطفال كما يجري مع المخدرات كما يجري مع الكحول. يجب أن تكون هناك وقاية وعلاج صارم، يجب أن يكون عقاب صارم لمن يبيع هذه الأشياء. طبعا هذا مش هو الحل الوحيد، هذا جزء من الحل. هناك يجب أن تكون توعية كبيرة، وإحنا كأطباء دائما
ننصح، وانا بفكر انه في بعد محل لاجراء دورات وابحاث واجتماعات وتوعي للاهل انه ديروا بالكم على اولادكم، شوفوا وين ابنكم بروح، شوفوا وين بدخن، لانه هذا له مضار صحي كبير جدا جدا من ناحيه نفس، من ناحيه القلب، من ناحيه التطور، من ناحيه امراض سرطان. فهذا الاشي جدا مهم انه احنا كاهل نمسك زمام الامور وندير بالنا على صحه اولادنا. بما أنه نتحدث عن الأهل والعائلة دكتور، وبما أنه تحدثت كذلك بأن الكثير من الحالات تصل إلى المشافي وبالتحديد إليكم في مستشفى رمبم الحكومي بمدينة حيفا، هل هذه الحالات متعلقة ربما أو مرتبطة بمجتمعات معينة دون الأخرى؟ يعني هل النسب مثلا أعلى في المجتمع العربي؟ واضح، أنا بأكد لك إنه الإشي مزبوط وأعلى في المجتمع العربي من أي مجتمع ثاني، لأنه إحنا زمام الأمور عنا للأسف فالت، زمام الأمور عنا فالت، ما في انضباط، لا في رقابة، إذا كان على مستوى العائلة والأهل والمجتمع، وإذا كان على مستوى المتاجر التي تبيع دخان للأطفال اللي هن دون السن اللي لازم يأخذوا فيه دخان. فهو يعني تكون عاملين، الأول عدم وجود ضبط للتوصيات تبعت وزارة الصحة، وثانيا قلة الوعي أو عدم الوعي أو عدم وجود الأهل مقابل أطفالهن اللي يبالين عليهن. أشكرك جزيل الشكر دكتور أسعد خوري، الأخصائي ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم بمدينة حيفا، شكرا جزيلا.